ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم احمد من قناه نايسنس. وفيديو النهارده هيبقى تحديات، كلنا هنكتب تحديات في ورق، كل واحد فينا هيكتب تحديين وهنحطهم زي في طبق كده كبير، وهنعدي كل واحد فينا لازم يختار تحدي، اللي هيطلع له لازم يعمله، لو ما عملوش لا مفيش حاجه ما عملوش هيعمله. بس ايه الرجول دي يا عبد كده طب لحظه، ايه فايده التحدي ده؟ اروح اجيب ورق عشان نكتب التحديات. يا جدعان حد فيكم عارف الفيديو ورق ايه؟ انت متخلف يا ابني. مش انت عارف؟ ما هو لسه دلوقتي كل واحد فينا بيكتب الدور بتاعه، وهنخلص هنحطهم في البوكس ده، وبعدين هنمشي بالدور كل واحد فينا. بطل غش. بعدين هنمشي بالدور كل واحد فينا هيسحب ورقه ويعمل الدير اللي مكتوب فيها. شوف انا مين دي قد ايه فرقت. اوكي لحظه، دلوقتي التحديات كلها مكتوبه جوه البوكس، احنا خلاص خلصنا وكتبناها جوه. ومين اول واحد فينا هيسحب؟ من صغير كبير. والله ما يحصل، والله ما اعملها. من الصغير للكبير. طب من الكبير للصغير. اطول شعر، اطول شعر الراس هو اللي هيطلع الاول. يبقى عمرو تاني برضه. شفت انا على وضعي. مازن، انت، زياد، وانا. انا في النص. واسنها بطول الشعر. عمرو تفضل. مين فيكم الحيوان اللي بيكتب رقم؟ لحظة لحظة لحظة، لا ما حد، انا هحاول اقرا. لا خذوا من كل رجل قبيلة. ايه وخدونا فرصة بقى. يا عم هتغلط بكرة. يا عم زي انت اللي عارفها. لا ياكل خمس قطع فلفل حار بخليت. لا ويخليهم في بقه. ويخليهم ازاي يخلي؟ مفيش فلفل بس في شطة. اللي هي البودرة الحمراء. خمس معالق بقى. لا خمس معالق كتير. اثنين. هو معلقة واحدة كبيرة. واحد. اثنين. ثلاثة. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ابلع بلحم. طب انت خسرت يا حاجة. انت حطيت شطة يالا؟ حطيت مية. حطيت شطة يا حبيبي، يبقى لونها أحمر ليه؟ لا أوه شط شط. لا شرب مية. حسب حضرتك. عمرو لسه مخلص شارب الفلفل و عمال يشرب بيبسي دلوقتي. بيشرب بيبسي ورا الكاميرا. دلوقتي دور مازن، هو كان تاني واحد دور الشعر. اسحب. انت عارف المشكلة؟ ان انا لما شربت مية اتحولت لقطعة واحدة بس. بتاعت احمد برضه. لا اللي قلنا ما كانش بتاعتي. لا دي بتاعتي. ايه؟ ايه الخطر؟ كله في السينما. يا السينما؟ اللي هو معلقه كامله اكبر. عشان يتف عليك دلوقتي. لازم شوف وقع قد ايه. ودي مش اوسخ. لا ودي ابعد يا عم، خلينا نصوره. لا واحد اثنين. مازن كان لسه مخلص القرفة، ودلوقتي دور عبد الله بالترتيب صح؟ هو بعدين مين؟ انا ولا مش لو انت عايزها والله ما تفهم عليك. لا لا ابدا. شايف ده بينقي. مخلص حبيبي. ده بينقي. ايه يا بابا؟ ما تخفش الجمعة. هي دي بس خلاص. قاعد يمشيهم. لا انا مش عارف تعمل ايه. لو طيارة؟ لا مش بتاعتي. يا امك خط ده. حظه حلو يا عم. ده كاتب ايه؟ يا عم خليه يا ماما يخلص. كاتب ايه؟ اسمع اغنيه ركبني مرجحه كلها على سماعه. دلوقتي عبد الله بيسمع الاغنيه، لان التحدي بتاعك ان هو يسمع الاغنيه، هو هيقعد يسمعها واحنا
واحنا هنكمل التحديات بعد دلوقتي دور زياد بعدين انا اوت المرة الثانية اللي هشرب بيض 45 زيت مع زيت دلوقتي تحدي عمرو طلع له ان هو يشرب بيض مع زيت يشرب بيض تحدي مني و45 شوف الفن مش هشرب الكوباية كلها انا شبه هدوب ها؟ نعم والله مش هشرب الكوباية كلها مفيش حاجة وقعت برا يا عم ولا تسمع انا فنان بس غرات صعبة ابعد عني قلنا من اللي عاش بلعها برضه يعني ايه الكلام ده؟ يلا دورك بيبص شيله خد بالك لا دي لا سيبه ايه كل هوا بجد كل هوا؟ كل هوا الله وربنا بحبك وربنا بحبك لنفس الله استنى احلم استنى طب لو سمحت عايز واحد هوا بالكبسه استنى هوا حط لي يا ابني شويه هوا كتير انت كترت هوا على فكره خلصت اقسم بالله اتفضل قول لي بقى لعب كده اضرب لي الفرن ده فلوس دي بتاعت عبد الله اساسا وقع تليفونك على الارض عسيك على الارض يلا زياد بعدين زياد يلا زياد دور اسحبوا لا لا انا حاسس الجزمة جزمة مين؟ لا مش هقعد ابحث على النار ده في حاجة يشبشب بس حاسس بعد ما ولا انت لو تعيدت من ورا انت خلاص مطعم الهواء في مطعم الورا بيني ده بص شوف عمره ما يعطيني انا عايم من هنا السلام عليكم ما بقاش غير تحدي واحد وانا اللي كاتبه التحدي بص كده بص يا عم هات يا عم هات كده مش عايز تعبوه يا عم مش فراغ وبكده نكون وصلنا لغايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم انا ما استمتعتش ومش هعمله تاني ولا انا والله انا ممكن النهارده غير اللي كانت قاعده هنا عشان كان بقى غسيل الشباب بيحبني هو عادي استهدفها او لو في تحدي بتاع كده هات الشباب اسمع اغنيه فيديو ولما هو اسمع بص بيعمل